بعد كده يا فندم، هي في نية من الجهاز لرفع تعريفة الركوب على المواطن؟ والله في الوقت الحالي ما نقدرش نزود سعر التذكرة لمراعاة البعد الاجتماعي. في الوقت الحالي اللي هو من هنا لحد امتى؟ لحد ما نبتدي في مثلا القطارات المكيفة ولا لحد ما التطوير ينتهي لا تماما؟ لا، احنا بنراعي البعد الاجتماعي. يعني مفيش نيه لرفعها حتى ولا رفعها بشكل لا انا بقول لك يعني. هي اصبحت سعر التذكره بالنسبه لي انا قيمتها بتمثل لي عبء كبير. ليه؟ اصبحت المستهلكات اكتر من الايراد. يعني اصبح عند الايراد ما بيكفيش. مستهلكات قطع غيار. خلي بال حضرتك، عشان اقلل الاعطال لابد ان انا بزود العمرات. عشان ازود العمرات بستهلك قطع غيار. قطع الغيار مستورده، سعر اليورو زي ما حضرتك عارفه بيرتفع والدولار يوم بعد يوم. فاصبح دلوقتي انا بصراحه اصبح الايراد بالنسبه لي مشكله. لهذا مشكلة. السبب انا بسال حضرتك، هل سيتم رفع التعريفه ولا المفروض الحكومه تدعمني بقى؟ ازاي بقى المفروض الحكومه تدعمني؟ في شكل ايه تدعم حضرتك؟ في شكل ايه تدعمني؟ يعني دلوقتي انا كان عندي 3 شهور حظر خسرت فيهم 50 مليون. تمام. 3 شهور حظر تجوال خسرت فيهم 50 مليون. ال 50 مليون دول مأثرين عليا فعلا. اكيد. مبلغ مش قليل. مش هرجع تاني يا فندم لموضوع تعريفة الركوب. يعني مش هيتم رفعها ولا الاسبوع الجاي ولا السنة الجاية؟ والله ولا احنا لسه مش عارفين. لا، احنا بندرس وعندنا خطة موجودة ودراسة لرفع سعر التذكرة. ولكن ما نقدرش نرفعها في الوقت الحالي. بس هي بتدرس يعني بتدرس. لما التطوير الكامل يخلص سعر التذكرة تترفع. مش كده؟ يعني ما نقدرش نقول برضو. انا ما عايز اقول لحضرتك اصل المترو ده يعني زي ما تقولي ايه، وسيلة الناس الغلابة. الراجل اللي هو بيخرج الصبح عشان يرجع اخر النهار بلقمة عيش لاولاده، فهاخد نص الاجر بتاعه في المواصلات. بالظبط. وفي طلبه وفي مدارس وفي طلبه وفي انا ما قلت لحضرتك البعد الاجتماعي يتمثل في حاجات كتير. تمام. واذا يعني اللي عنده 4-5 عيال بيروحوا الجامعه او 4 أو 3 بيروحوا الجامعه، يعني كفايه ان هو بيوفر له مصروفه، مش هاخد انا منه بقى كمان فلوس مواصلات. بس حضرتك كنت بتقول ان في خطه بتدرس في خطه. تمام. اذا ارتفعت، خلينا نفترض انها ارتفعت، هترتفع قد ايه؟ يعني حوالي مش لازم. اصل انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ممكن النسبه لا تقدر لان السعر بجنيه. سعر التذكره بجنيه. لو حبينا نزودها اي نسبه تبقى بكام؟ اي نسبه هتزيد هتمثل نسبة كبيرة. خلي بال حضرتك ليه؟ لأن سعر التذكرة قليل. يعني لو سعر التذكرة 10 جنيه وحبيت أزود 5% هتبقى بكام؟ إنما سعر التذكرة بجنيه، ده أنا لو زودتها خليتها 2 جنيه يبقى 100%. يبقى 100%. غير مقبول. غير مقبول خالص. غير مقبول على الأقل في الوقت الحالي. بالظبط.